رحب بالاستاذ سليمان، بشرف في مركز الشرق في وزاره التربيه ومدرسين خالد. اهلا وسهلا. درسنا اليوم عن المضلعات المتشابهه. الدرس الماضي كان عن ايش؟ تفضل. التناسب. عن التناسب. ايش هذا التناسب؟ ماذا يعني التناسب؟ تفضل. الفرق بين المقارنة بين نسبتين والكسر. مقارنة نسبتين. تفضل. تكون النسب ثابتة بين الأطفال. نعم. النسب تكون ثابتة بين الأطفال. لا، تناسب. تناسب نفسه. إيش يعني تناسب؟ المقارنة بين كميتين من نوع واحد. نعم. حاصل دكتور. بس الآن ما جبنا الإجابة الصحيحة. ماذا يعني التناسب؟ طيب الآن اثنين على ثلاثة. ايش اسمها هذه؟ نسبة. نسبة. صح؟ صح. وحتى هذا كانوا يسموه كيف متوسط عدد؟ نسبة. نسبة. عدد؟ نسبة. نسبة. أو نقول نسبة 2 إلى؟ أربعة. طيب. مين يعطيني نسبة مكافئة؟ أربعة. 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 إيش سويت؟ أضربها في عدد واحد. أضربها في عدد واحد. اللي هو؟ أي عدد. أنت ضربت كم؟ 2 ضرب 2؟ 4. 3 ضرب 2؟ 6. أستطيع أن أكتب بينهم مساواة؟ هل يساوي هذا الكلام؟ كيف نتأكد؟ تفضل. من هنا الطرفين؟ 3 ولا 4؟ لا، هو يتكلم بس. تفضل. 2 6 الطرفين؟ 2 ضرب 6؟ 11. 3 ضرب 4؟ 11. هذا اسمه تناسب. هذا اسمه ايش؟ زين، ايش هو التناسب؟ غير مقارنة. ايش اسم التناسب؟ مساواة. مساواة بين ايش؟ نسبتين. بين النسبتين. وفي كل تناسب سميناه في ضرب ناتج ضرب تبادل، ان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني 2 ضرب 6 يساوي 3 ضرب 4. طيب الان لو ضربنا بعدد اخر، صفر ب 10. 6 على 10. ب 10. 2 ضرب 10 20. 30. كلهم متناسبين صح؟ الان لو قارنت هذه النسبة مع هذه النسبة، لو أتكلم بلغة الصورة، هذه إيش العملية اسمها هنا؟ مضاعفة. غير مضاعفة، غير كلمة مضاعفة. إذا نتكلم عن صورة، الآن الصورة كانت أبعادها 4 6، صارت الصورة 20 30، أنا إيش سويت؟ تكبير. عملية تكبير. يعني لما تكون بالحاسب كبرت الصورة بكل أبعادها، سوينا عملية تكبير للأبعاد، كبرنا الأبعاد. طيب لو قارنتها مع القديمه، الان هي التكبير بهذا الشكل، ايش بتكون؟ تصغير. اذا عمليه تكبير وتصغير، او نسميها بالمرخص كلها تحاليل، عمليه تكبير وعمليه تصغير. وفي كل تناسب اخذنا قاعده، اذا كان عندي اي على بي، اي على بي اذا كان يساوي سي على دي، هذا تناسب، فان اي ضرب دي ضرب دي يساوي بي ضرب سي. ممتاز. وشرط هنا، في شرط قال لك البي والدي، ايش في شرط؟ ليش هيساوي صفر؟ اذا اذا تفضل. عملية غير معرفة. قسم على صفر عملية غير معرفة. درسنا اليوم عن المطلعات المتشابهة. نرجع نذكر بالانجليزي، هذا الكتاب كتب لك اياهم تحفظهم، انت بتسهل على نفسك في الجامعه سواء درست في الداخل او في الخارج. مين يقرا لنا فكره الدرس او الهدف من هذا الدرس؟ تفضل استاذ. فكره الدرس احدد المطلعات المتشابهه. اثنين، احل مسائل تتضمن مقياس الرسم. زين الان انا هدفي من هذا الدرس كم هدف؟ قلنا اذا ما خططت الى مستقبلك فانت تخطط الى فشل. انا الان لازم اعرف ايش مطلوب من هذا الدرس. هذا الدرس في عندي شغلتين، انه احدد المطلعات المتشابهه واحل مسائل تتضمن مقياس الرسم. كمان هذا الكتاب اعطاك المفردات، في شيء مفردات، يعني شيء مثل لما تدرس درس انجليزي قلنا مفردات جديده عليك انت ما تعرفها. ايش هي المفردات عندنا؟ تفضل بريكان. مطلعات متشابهه سميها بروجيز. ايوه. مقياس الرسم عامل التشابه. ممتاز. هذه اذا اهداف الدرس والمفردات الجديده في هذا الدرس.
هنا رجعنا تعرضنا عليهم فكرة الدرس والمفردات وضعناهم على جنب بحيث يظلوا معنا في بداية الحصه. أقرأ عجاجي. استعد. يستعمل الفنانون في رسومهم أشكال متشابهة في الشكل ولكنها مختلفة في الأبعاد. فالصورة إلى اليسار تتضمن أنماطا هندسية مكررة ومتشابهة، الأجزاء السوداء متشابهة في شكلها ومختلفة في واقعها وأبعادها، ومثل الأشكال البيضاء أيضا. هذا ما مقرس بلا في أشكال متشابهة ولا ما في؟ في وفي منا صغير، منا وسط، منا كبير. شو؟ قارن مثلا بين هذه وهذه، كأنه سوى عملية ايش؟ تكبير. بالنتيجة طلعت معه لوحة من الأشكال المتشابهة. مرة يصغر، مرة يحط وسط، مرة يكبر، فطلعت معه شكل لوحة. وعلقوها على الجدار يسووها ما يسووا شيء. تحديد الأشكال المتشابهة. نحن درسنا الأشكال المتطابقة وأخذنا الفصل الماضي عن تطابق المثلثات. متى يتطابق المثلثين؟ تفضل أبو العيد. القرب تطابق. التعريف. كيف تطابق الأضلاع؟ والزوايا. إذا تطابقت الأضلاع والزوايا. وأخذنا الحالة. S S S S A S A S A واحد. الآن نحن نعرف متى يتشابه مضلعين. هذا اللي بنعرفه في هذا الدرس. عندما يكون المضلعات الشكل نفسه، طبعا انا ما يصح والله اقول مثلث مع خماسي. لازم يكون نفس الاضلاع. اتكلم عن خماسي مع خماسي. ثلاثي مع ثلاثي، رباعي مع رباعي. انت عندما يكون المضلعات الشكل نفسه وان اختلفت في اطوال اضلاعها. اذا الان احنا ما نتكلم عن تطابق. عم نتكلم عن التشابه. انا ما بيهمني الاضلاع تكون نفسها. فانها تسمى مضلعات متشابهه. لحتى يتشابه مضلعين عندنا هذا المفهوم الاساسي. مين يقرا لنا الرداد؟ تفضل. مفهوم اساسي التعبير اللفظي يتشابه مضلعان اذا وفقط اذا كانت الزوايا المتناظره المتطابقه واطوال الاضلاع المتناظره المتناسبه. طبعا مرت معنا كلمه اذا وفقط اذا الشعريه شرطيه باتجاهين. سميناها احسبنا هذا الاسم؟ سهم. عباره شرطيه ثنائيه. عباره شرطيه أي أن الشرط محقق في الذهاب والإياب. يتشابه المضلعات إذا وفقط إذا كانت الزوايا المتناظرة طيب. هذا الشرط الأول. وأطوال الأضلاع المتناظرة ثلاثة. هذا الشرط الثالث. طبعا هو في طلاب كثير بيفكر إنه بدل كلمة متناسبة يفكر إيش؟ طيب. تحت كلمة متناسبة حط لي ألف خط. شو الضرب؟ مين جاوب؟ التناسب زي 5 تكلمنا عن التناسب. أنا ما أقول أضلاع متطابقة هذا 5 5 5 5 الأضلاع كلها 5. أضلاع متناسبة 2 3 4 6 هذه يعني متناسبة. أما متطابقة كلهم بيكون نفس الطول نفس الطول. أما متناسبة تكلمنا عن التناسب في البداية بهذا الشكل تكون متناسبة. اي ان الاضلاع كلها تحقق نسبه واحده يعني حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. فالان عندنا هذا الشكل الرباعي A B C D مع الشكل A شرطه B شرطه C شرطه D شرطه. اعطاك معلومات من خلال الرسم زاويه A تطابق A شرطه تطابق زاويه A شرطه. زاويه B تطابق زاوية هو أعطاك شوف المعلومات من الرسم. زاوية C تطابق زاوية زاوية D تطابق زاوية. هذا أي شرط؟ هذا الأول. الشرط الأول. إيش بالشرط الأول؟ تطابقت زوايا متناظرة. الزوايا الزوايا المتناظرة تطابقت. نقول متشابهين خلاص؟ بالأضلاع لازم نشوف الأضلاع. ناتي الآن الضلع الأول A B على بي. أخذ A B على A شرطة B شرطة يساوي A B كم طوله؟ سبعة على طبعا أنت ما يهمك كذا فاصل مفاصل مع يساوي اثنين يبسط بصير اثنين على واحد وهذا سميناها نسبة ليش هذه؟ ممتاز. والضلع B C على B شرطة C شرطة يساوي كم؟ سبعة ويساوي
والضلع سي دي يساوي كم؟ 4/2 ويساوي 1/2 والضلع اخيرا اي دي او دي اي نفس الشيء 8/4 ويساوي 2/2 ايش بتلاحظ على النسب؟ متساوي لو في واحد اختلفت بس حقق الشرط الثاني؟ نعم. اذا المضلعان متشابهان واكتب المضلع اي بي سي دي يشابه هذا رمز التشابه الان جديد معك اي شرطه بي شرطه سي شرطه دي شرطه ليش تشابه المضلعين؟ لان تحققوا شرطين الان في عندنا ملاحظه مهمه جدا طول عمرنا هذا الكتاب دائما اعطيك ارشادات عن يمين اعطاك ارشاد هنا انه اذا كان مضلعين متطابقين فمن الاولى ان يكونوا ايش؟ متشابهين وتكون نسبه التشابه تساوي كم؟ واحد واحد الى واحد لان اذا هذا 5/5 5/5 واحد 6/6 واحد طبعا هذا انتبهنا الارشادات عن يمين مهمه جدا الان في عندنا في ترتيب الرؤوس وخوارزمية كتابة التشابه أنا الآن لما أكتب مضلع A B C يشابه مثلاً G K L هل هذا يعني إنه A تطابق زاوية A تطابق G وزاوية B تطابق K قد لا تكون فأنا أنتبه لهذا الموضوع أنتبه لهذا الموضوع إنه لازم الرؤوس أرتبها على حسب تطابق مين الزوايا على حسب تطابق الزوايا بمعنى الان هذا المضلع المضلع شوف هذا الكتاب كتبه كيف بهذا الشكل المضلع ABCD يشابه مين شوف كتب لك اياهم بالالوان شوف زاويه A باللون تطابق مين زاويه B زاويه C زاويه D شوف كيف رتبهم لو اقول لك اياهم عشان ما تخربط فيهم اعطاك هنا بالزوايا المتناظره الان بدا بالاضلاع شوف كيف يبدا ناخذ الضلع مين مع والضلع بي سي والضلع سي دي والضلع اي دي هذه طريقه ممكن اعلمك على طريقه ثانيه تاخذ انت مطلع اي بي سي دي وكل زاويه تضع تحتها اللي تطابقها فأكتب هنا E F G وأبدأ أخذ بالترتيب شو بهالشكل A B مع مين E F B C F G C D وأخيرا A D مع E H ليك شما أخربط بالنسب لأن النسب لو خربطها راح تلين بهذا عادة نسميه خوارزمية كتابة النسب ننتقل الآن إلى مثال قلنا هذا الكتاب ازعجكم انا كل شوي الكتاب كتاب وضع كل شيء حتى المثال يضع لك ايش؟ عنوان هذا يخدم ايش؟ المضلعات المتشابهه حدد اذا كان المثلثان الى اليسار متشابهين ام لا كيف اعرف انهم متشابهين ولا لا؟ تفضل اذا تحط الشرطين يعني متشابهين ايش من الشرطين؟ تكون الزوايا المتناظره متطابقه والاضلاع متناسبه ممتاز نبحث الآن عن الزوايا. مين يتكلمنا عن الزوايا هنا في المثلثين؟ من اللي ما شعر؟ من اللي ما شعر؟ تفضل. F يساوي C. زاوية F يساوي C. تطابق C. زاوية C ليش؟ لأنها قائمة. قائمة، قياسها كم؟ C. غيره. 30 A يساوي D. زاوية A تطابق زاوية كل وحده كم؟ 30 و اي يساوي بي لان 90 زائد 30 ناقص 180 يساوي بي نحن عندنا اخذنا بالفصل الماضي اذا طابقوا زاويتين فان الزاويه الثالثه مطابقه فان زاويه بي تساوي تطابق زاويه اي او مثل ما قال زميلك زاويه بي تطابق زاويه اي هذه 90 وهذه 30 معناتها هذه كم؟
60 لان زوايا المثلث كم مجموعهم؟ 180. هذه 30 على 90 هذه كم؟ 60. فانا الان الشرط الاول تحقق. نبحث عن الشرط الثاني. ناخذ الاضلاع اي بي عشان انا ما اتلخبط في الاضلاع اسوي ليش؟ الخوارزمية اللي علمتك اياها. نكتب المثلث الاول اي بي سي تحته دي الاي دي ممتاز والبي اي البي اي اي اف اف ناتي الان ناخذ الضلع اي بي على دي 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 اف دي 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 اي بي كم طوله؟ 12 دي اي 9 احسبها معك بدل الحاسب 1.3 بس؟ لا 3.3 دوري يعني ممتاز. ايش معنى الدوري؟ ثلاثة هذا عم تتكرر صح؟ طيب أغمزنا على ايش هنا؟ فوق الثلاث أمر خاطئ ممتاز. هذا عدد نسبي دوري. الآن ناخذ الفرع الثاني مين؟ بي سي على اي اف يساوي بي سي كم؟ 6 6 على 4.5 يساوي احسبها من هذه؟ جرب 3 1.3 الآن ننتقل لمين؟ اي سي اي سي اي اف يساوي اي سي كم؟ 6 جذر 3 على 4.5 جذر 3 يساوي كم؟ 1.3 الأضلاع نفس النسبة أعطتها؟ إذا الأضلاع متناسبة حقق شرط. إذا شو الشرط؟ الأضلاع الزوايا متطابقة والأضلاع تناسب. إذا المثلث A B C المثلث A B C يشابه المثلث A F D E F لا D E F بالعبارة بالمجمل ما عندك مشاكل. أنا لو هنا كتبت A B C أو C B E A نفس الشيء هو مثلث بس ولكن هذه تفرق معي وين؟ النسب فيها لما اكتب النسب فيها. هل عنده استفسار يا شباب قبل ما نبدا بالمثال؟ الان هذا حلو طبعا هنا تكلم هنا عن الزوايا حسب نظريه الزاويه الثالثه اللي قلناها طابق انتقل للاضلاع اخذ اضلاعه بهذا الشكل اخذ مقابل الزاويه 60 مقابل الزاويه 30 مقابل الزاويه 90 كلهم نفس الجواب النسب المتناسبة للأضلاع إذا المثلثان انتقل الآن نحل هذا معاكم 3 دقائق حلنا هذا خذ مجموعة حل على الورق الآن بعدين يلا أعطيه بسم الله اكتب الاسم يسار ولا يحتاج ما في مشكلة عادي الوقت للأسف شوي يلا
إذا أحد يستشير زملائك، يستشير زميلك اللي جنبك ما عنده مشكلة. إذا صار عليك شيء صار. خليك معنا نسمع الإجابات. كيف نناقش هذا السؤال؟ إنه هل موضوع العين إنه متشابه ولا لا؟ ديدي تفضل. نخرج إذا كانت الزوايا متطابقة. هل الزوايا متطابقة؟ أنا شفت طلاب عم يكتب نص صفحة مشان الزوايا كلمتين. بما أن الزوايا جميعها خلص كلها قواعد. 90 90 90 خلاص. الآن أكتب أول شرط الزوايا المتناظرة. في داعي أكتب من الصفحة؟ لا. إذن الزوايا المتناظرة إيش؟ متطابقة. ليش؟ لأن جميعها قواعد. أنا شفت طلاب كاتبين 2 3 كاتبين. ننتقل الآن للأضلاع الشرط الثاني. مين يعطيني أول تفضل؟ A B على E F. A B على E F. E F كم يساوي؟ 7 على 6. سبعة على سبعة. ممكن تحسبها ممكن ما تحسبها خليها هي ما عندها مشكلة راح تحل مرة هي ومرة هي نحن حسبناها شوي بالواحد فاصل ثلاثة ممكن أنا أخليها هي ما في داعي إنه أكملها. النسبة الثانية مين أعطيني إياها؟ تفضل. بي سي بي سي على إف جي على إف جي كم تساوي؟ سبعة لا ستة على خمسة. ستة على خمسة ممتاز. النسبة الثالثة تفضل. سي دي سي دي على جي اتش على جي اتش وتساوي سبعة سبعة على ستين. الأخيرة بسام تفضل. اي دي اي دي على اي اتش ويساوي اي تساوي ستة على خمسة. ستة على خمسة. هل الأضلاع المتناظرة متطابقة؟ الأضلاع المتناظرة متناسبة. متناسبة؟ إلا نفس الجواب؟ لا. هل هي متناسبة؟ لا. ما ما قال لي والله اساس في اثنين متناسبين احنا ما تكلمنا عن اثنين وثلاثة بدنا اياها جميعا متناسبة. هل جميعا متناسبين؟ هل نسبة 7 الى 6 تساوي 6 الى 5؟ لا. ليش لا تساوي؟ ضربنا الضرب الطرفين ممتاز. خذوا 7 ضرب 5 35 6 ضرب 6 36. اذا المضلعان غير متشابهين. طبعا غير المكتبات اذا المضلعان غير متشابهين. أنا شفت طلاب كاتبين عن الزوايا كلهم شفت طلاب كاتبين باختصار طبعا كلهم صح. ننتقل الآن لمثال آخر. طبعا هون شوف تكلمت أنا عن الإرشادات أرجع أتكلم مرة ثانية. خطأ شائع. خالد يا خالد تفضل. عندما تذكر اسم مطلعين أسامة مسمات حروف أجامد لأن هذا لا يعني أن الرؤوس المتناظر المتناظر من عبارة تشابه تبع التنسيق. تكلمنا عليه إنه إذا كان A B C G K L ما ضروري A مع G وال K مع L لا لازم الترتيب لازم الترتيب على حسب الخوارزمية اللي أعطيتكم إياها. الآن التشابه ما نشوف بإيش بإيش نستفيد منه بحياتنا عملية وله فوائد عجيبة كثير.
عند مقارنة أطوال الأضلاع المتناظرة بضلعين مشابه، فإن النسبة بين طولي ضلعين متناظرين اللي طلعت معانا بالمثال الأول كم؟ أول مثال طلعت معنا كم؟ واحد اللي قبله؟ 2:1 والثاني 1 فاصلة. هذه النسبة نفسها تسمى نسبة التشابه أو معامل التشابه أو مقياس الرسمي أو مقياس الرسمي. أنا لما الآن بدي أرسم خارطة المملكة والمملكة مساحتها 2.25 أجيب ورقة 2.25 أقوم في عملية إيش؟ صغير بسيط. أقوم في عملية صغيرة هذه يلزمني جدا. لما المهندس اللي يسوي لي بناء فيلا أو مصنع أو مول، والله أجيب ورقة على قد المول؟ لا، أقوم في عملية إيش؟ صغير. هذا اسمه مقياس أو معامل التشابه للمضلعين. وشفنا نحن في الأول طلع 2:1، الثاني 1.3. طبعا معنى كلمة 2:1 يعني أطوال المضلع الأول بالنسبة للثاني ضعف، أو أطوال الأول بالنسبة للنصف. ممتاز. بتشوف أنت الآن تروح على معرض سيارات أو طائرات، شوف عملية إيش؟ نماذج، نسميها نماذج صح؟ أن السيارة إذا تبغاها بهذا الشكل ما حتصير. من يقرأ لنا المثال؟ من ما شاركوا؟ مالك تفضل. الصورة اللي صار نموذج مصغر لسيارة قديمة، إذا كان طول هذا النموذج 6.5 إنش طول السيارة 13 قدم، فما مقياس الرسم لهذا النموذج المقارن؟ معنى إيش القلم؟ مثال السؤال بالدرس الماضي. الآن طول النموذج 6.5 إنش، طول السيارة 13 قدم، ما هو مقياس الرسم؟ إيش نسوي؟ تفضل عبد الرحمن. الواحد وحدات، خليها وحدات. ممتاز. ما بصير اقارن انا طول مع وزن، ما بصير اقارن كيلو متر مع سنتيمتر، لازم اصير نفس الايش؟ نوع واحد. مو النوع، نفس الوحده، لازم نفس الوحده، لان هذه بالايش؟ بالقدم. وهذه احول من قدم الى انش او ايش؟ القدم كم انش؟ 13. نضرب 13 بكم؟ 12. من اول عمليه يراعي ان يكون القياس بوحده القياس نفسها. جاج لو سمحت. نحول الان 13 مضربه بكم؟ 12. كم؟ يس. 56 انش. حولنا الاقدام الى بوصه او انش نسميها. الان نقوم في طول النموذج على طول السياره حقيقي. طول النموذج كم؟ 6.5 على 156 انش. انشو يساوي 1 على 24. هذه الواحدة على 24 في لها وحدة شيء هنا؟ لا. النسبة ما فيها. ايش معنى؟ ايش معنى؟ خلاص 1. إذا النسبة ما لها وحدة. ايش معنات 1 على 24؟ مين يفسر لي اياها؟ تفضل. كل انش بالنموذج يساوي 24 انش بالسيارة الكبيرة. ممتاز. يعني الآن السيارة اللي بالواقع اللي بالشارع أبعادها قد اللي في النموذج كم مرة؟ 24. أو هذه جزء من 24. إذا المقياس الرسمي يساوي 1 على 24، أي أن طول النموذج يساوي 1 على 24 من الطول ليش؟ الحقيقي. لحقق مفاهيمك اثنين، تستخدم نفس الموضوع. الآن نحل كاملة. اثنين. حلو لنا هذا الشيء. مجموعة من النقط الأخير.
اللي معه ثلاثة يحل مع ايش؟ مع ثلاثة خليها يحل مع بدل. انا ما صورت خاصه رقم ثلاثة هذه اللي خلوها ثلاثة بعدين راح ناخذ الثالث. اللي معه ثلاثة خليها، ما معه يحل مع زميله. بعد اثنين في بعد رقم ثلاثة شارك معه. ارتفاع كامل كام؟ 20 متر. هاي الخطوة الأولى. طيب. بعدين نحول من المتر إلى سنتي. ممتاز. أحول من متر إلى سنتي. أضرب بكام؟ 100. أقول مقياس الرسم يساوي. النموذج. الطول في النموذج على الطول الحقيقي. على الطول الحقيقي. الطول في النموذج كام؟ على 2000 طبعا هنا 20 متر تساوي 20 ضرب 100 وتساوي 2000 سنتيمتر ويساوي 20 على 2000 ويساوي 81 كيف فسرنا هذه النسبة؟ ايش معنى 81؟ يعني 81 مين فسرنا اياها؟ 1 سم في النموذج رسم يساوي ضعف 80 سم غير هذا الكلام؟ يعني 80 ورقة 80 نموذج من هذه يساوي سوي طول العمارة. يعني ارتفاع العمارة بالحقيقة يساوي كم ضعف من ارتفاع النموذج؟ 80 ضعف. واضح؟ في أحد عنده مشكلة فيه؟ بمعنى أنا أقول الآن ما هي نسبة المضلع A B C D إلى E F G H. يعني هذول مشابهين. ما هي نسبة هذا المضلع إلى هذا؟ كم تساوي؟ 2 إلى 2 إلى 1. خذ أي نسبة. 12 على 6 تساوي 2 إلى 1. 10 على 2 اي مضل اي ضلعين متناظرين يصلح تقريبا نسبه التشابه او معامل التشابه. 7 الى 3.5 2 الى 1 6 الى 3 2 الى
فنقول نسبة هذا المضلع إلى هذا 2 إلى 1. طيب نسبة هذا المضلع إلى هذا 1 إلى 2. لاحظ الآن أضلاعني هنا كلهم بالنسبة لهذول الأضلاع الضعف الدبل دبل هذا 12 دبل 60 10 دبل وهذا. أما أضلاع هذا المثلث هذا الربع الشكل إلى هذا هي مثلا والله أنا معي 10 ريال وأنت معك 20 ريال، نسبة فلوسي إلى فلوسك النصف 10 من 20، نسبة فلوسك إلى فلوسي الضعف اللي هي 20. واضح؟ في أحد عنده استفسار؟ لو الآن أجملنا درسنا، نحن طبعا في عندنا أمثلة لسه راح ناخذها من بكرة، لو لخصنا اللي أخذنا اليوم، إيش أخذنا اليوم؟ طريقة التشابه. إيش طريقة التشابه؟ ترجع أحسن الكلمة الشروط التي عشان تثبت موجود التشابه موجود في الدرس. إيش استطعت أنا الآن؟ أن أحدد المضلعات المشابهة من خلال كم شرط؟ شرطين اللي هن الظاهر المتناظرة والتناسب والله ممتاز. والهدف الثاني في درس اليوم استطعت أن نسويه المسائل على المسائل تتضمن التشابه. وأخذنا هذا المثال واحد اللي هو النموذج، وراح ناخذ وأخذنا العمارة 2، وفي الدرس القادم راح ناخذ مسائل ثانية تخدم هذا الموضوع تناسب هذا الموضوع. بابي اجمع الأوراق الجاهزة وأعطيكم ورقة عمل تحلوا لي إياها وتجيبوا لي إياها إن شاء الله يوم السبت. ما هو الوقت العمل؟ هذا تجيني يا شباب يوم السبت، كل واحد اسمه فصل عليه. لا الأوراق هذيك باخذها بالكوتين، بس هذه الأوراق تعمل تجي يوم السبت إن شاء الله. شكرا.